هو ايه سبب الهجوم الشرس على ابراهيم عيسى لدرجة ان ممثلين اعلنوا توقف عن المشاركة في عمل من تأليفه، ودور نشر اعلنت منع تداول كتبه؟ صدق او لا تصدق، مع الصحفي احمد الجدي. دار نشر سمرقند اعلنت توقفها عن بيع كتب ابراهيم عيسى، وكمان الفنان مصطفى درويش اعلن توقفه عن فيلم الملحد اللي من تأليف ابراهيم عيسى، وقال انه لو يمكن يشترك في عمل شايف ان مؤلفه بيضرب الدين الاسلامي وبيحاول يهدمه. سبب الهجوم الشرس على ابراهيم عيسى وخروجه في برنامجه، وقال ان مفيش حاجه اسمها اسراء ومعراج، ونفى هذه الرحله المقدسه المذكوره في القران والسنه النبويه. في الفيديو ده هقول لكم ابرز خطايا ابراهيم عيسى اللي تسببت في جدل كبير وهجوم شرس عليه. انكر فرضيه الحجاب والنقاب، هاجم عدد كبير من الصحابه منهم سيدنا عثمان بن عفان وابو هريره وكذلك الفاروق عمر بن الخطاب، هاجم فكرة صيام رمضان وقال إنه قرار إلهي مش عارف سببه إيه، هاجم أي صيدلي بيقرأ قرآن في صيدليته وقال إنه من باب أولى يقرأ كتاب علمي يتعلم منه حاجة في مجاله، هاجم وبشدة الشيخ محمد متولي الشعراوي وكل آرائه، هاجم فكرة زهيبة الصلاة وطالب الأطباء الجلديين إنهم يقولوا رأيهم في حكاية الزهيبة اللي بتطلع للمصلين، أبدى تأييده الكامل لفيلم منى زكي الأخير المثير للجدل وقف لها دقيقة احترام، زعم مؤخرا أن حتى نساء الصعيد كانوا بيرتدوا مايوهات، وطبعا التصريح ده أغضب الكثير والكثير من أبناء الصعيد المحترمين، وخطايا أخرى كثيرة لإبراهيم عيسى أثار بها الجدل، والآن المجلس الأعلى للإعلام بيناقش ما حدث من إبراهيم عيسى لأخذ قرار نهائي فيه. رأيكم إيه في اللي عمله إبراهيم عيسى؟ اكتبوا لي في الكومنتات.